ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عزابه. اليوم بدينا نصوروا لايلين الهبطه تاع سيدي ابراهيم رومبوان ديريكسيون شون مارس، وكي العاده نروحوا مع العمل كل مره ونيدينا نبداو في الصباح. نجيبو مثلا
ماده الرياضيات وماده العلوم. نستدعي مجموعه من المفتشين تاع الرياضيات ومجموعه من الاساتذه الممتازين في الماده ونعطيهم سندويش تاعهم ندرسوه نقطه بنقطه وهم اللي ينقحوا هم اللي راح يقريوا على كل شيء في الرياضيات كيف كيف في العلوم كيف كيف في العربيه تبارك النقائص المسجل العام الفارض وانا بعض المسجل بارك الله وفي الشمعة بارك الله وفي السنة صحيتي صحيتي من كل جهة من كل جهة من كل جهة المخدشات راح تعمل منهاج هو منهاج هم قرروا هذه وطلعوا هذه وهبطوا هذه بنت خطيط البرنامج ممتاز وقلت لي عجبة يا ربي هذه الجزائرية وتقاليد جزائرية وتاريخ جزائري ونجيبوا خبراء من فرنسا يسلكوهم بالعملة الصعبة باش يديروا لنا منهاج لأبنائنا وشكون العقل اللي يقبلها ويقولوا لي المنهاج مش مقبول سنة ابتدائي عندي 17 كتاب من هات اللي يروحوا المدرسة يهزوا المعمار يهزوا المحافظ لأن يهزوا المحافظ والقرار الانتجالي في التربية والتعليم ما يسيبش ما يجيبش نتيجة باش تروح باش يروح رئيس الجمهورية يزور ويقول له نحي في زيارة يقول لهم يهضر مع عزيز مانيش عارف ينحي شهادة المتوسط من المنهاج ما موش قرار هنا موش قرار من التربية لازم لها دراسة لازم لها قعدات كبار طوال لازم لها علماء خبراء تربويين من البلاد من بلادنا لأنه هو اللي يحس بالجمرة ماهوش يحس بها واحد آخر أنت تجيب لي وقاوري يدير لي برنامج تاع الطفل الجزائري في عبد الغبريت ولا السمع جابوا خبراء هم اللي يردوا بينا مع بعضنا احنا ولينا نصلحوا الوزارة ديالو بصح حنا اللي نصلحوا وحنا اللي نقحوا وحنا اللي نقريوا وما نتعبوش خلاص طبعا هل في حلول تقترحها استاذنا الفاضل يعني لربما تدارك هذه المطبات وهذه النقائص وهذه ربما هو مطلب كبير من عند الاولياء يعني كثافه المقرر الدراسي يعني شيء كثير لا يستوعبها يعني الطفل في مرحله ما من سن التنفس هو الحل الوحيد هو التكوين تكوين الرجوع الى المشرفه بالمدرسة الجزائرية، ما نلعبوش ببلادنا وبلاد الجزائر، ما نلعبوش بالمدرسة الجزائرية، نعطيوها قيمة، أنا ما يهمنيش أن نزيد معلم ولا ما نزيدوش، أنا يهمني أنك تكوني، باش هو كي يخش القسم، هذوك اللي قدامه هذيك الأمانة اللي في رقبته هذيك، يقوم بها أحسن قيم، ماهوش تجيبوا لي لعب الجامعة، مسكين، صمم هم يبقوا لا يفهمون، ما على بالو حتى مشي واش راح يدير. ويجي يحكم التبشير راه يبدا فهمت ما يمكن يشوف النهار الاول النهار الثاني عندوش خبره ولا يوم وفي اول يوم ما كاينش يروح مع المفتش يدير حوايج هكا بسيطه المفتش ما ينجمش لازم تشوف وتعرف لازم تعرف المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وما عليش عندنا الامكانيات تلبس عليه علاه ندير مطعم مدرسه ندير كذا ندير كذا ندير كذا وتقول ما نديروش وما عندكش ما تحبش البلاد باش تخدمها وما تحبش الجزائر التعليم موش تجارة التعليم موش تجارة التعليم منها مهنة مشرفة ورسالة رسالة وأمانة أمانة يا رجل تحاسب عليها يوم القيامة إذا كنت من أحد فيك من أحد الأب تلمهم باللي ما تحبكوش سبحان الله هذا هو شكرا جزيلا استاذنا نرجع في ختام البرنامج الى حياتك ربما العائليه الاكيد انك كنت موفق بين حياتك العائليه تربيه الابناء وتدريس اجيال واجيال كم تسعى
سي لي فيزا هذا المجال اللي دخلت فيه ويا وزناديات. وهل كنت تقريهم يعني هل كنت استاذ معلم لهم في السلام؟ تعلم من ديك تفوت مشاكل كلها لان كنت قريب. فليت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يا نالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن هيات دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي نحبك يا زهو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت انا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت انا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا جذبك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحانو ميد فلان صوتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغرضة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاهو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك
في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفليك شباب يعنيك، في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك. تبي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك، على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي، خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي. لو بغيت الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي. اجي انت ملتنين راني صدق فيك والي، نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي، بيك الغيره يا زين. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. جيبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات، على سنة سيد الأرسالي زال عائلات. قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي، قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي. اجي نفهمو الاثنين راني صدق فيك والي، نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي، بيد الغيرة يا زين. مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم وللعظمات. مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم وللعظمات. سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات، يوفي لي قصدي وينعم على عباده الخيرات. قول الموالي عليك نطرح سؤالي، جاوبني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي. اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي، نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي، بيك الغيره يا زين. قمت روح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. السؤال قمت روح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. نرسل اهلي ديروا الفتوح بحضور الاحباب، تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي. بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي، جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي. اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي، نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي، بيك الغيرة يا زين. راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين، راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين.
دموع ودنيك بالسعادة والخير. واللي بغاه قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في بيك، وعلاش الغدر ماشي حق عليك، وعلاش ناوية ترميني في بيك، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر ماشي حق عليك، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر وعلاش، علاش الغدر ماشي حق عليك، علاش الغدر ماشي حق عليك. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان، بالوان بالوان الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان، بالحان بالحان يغني بالحان. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس،
ما نقاريش راح طابع. لازم الهيسي انه يطيح علينا لا بوليس. سلام يا عاشور. بالوان بالخاطر بالوان حتى الياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان. الحب يا الغداراتي فيدي العين تنهدى ماشي خسارة فيك انتي معودة عليا بالتدمير. هكذا الخير يتعود كي تجيليك وعلى اشياء النكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش تنغدر ماشي حق عليك. حتى طفايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات. انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات. حتى طبيعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت
حملت المعاني وزدت الحيلات الحيلات حيلات زدت الحيلات. انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات. لكن باين على وجهك الغيب الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة تنكري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يغويك. وعلاش يا بنكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك. علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك. الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي في النوال. الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي في النوال. الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة. الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنيلة. واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة. إلي إلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني ما دونساني. إلي إلي حبيبي ديالي فينو الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فينو. يا سيدي كيسانها بكبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي. يا سيدي كيسانها بكبريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي. مول نشوى سيدي حبيبي زاني مالو لساني. عيدي عيدي حبيبي ديالي في نوا. عيدي عيدي حبيبي ديالي في نوا. ولفي ولفي قولي متى نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد. سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك كما يرجع الصايم يوم العيد.
الله يجمعنا في قريب، الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد. المحبه نكدي طال فنيت مليعت المحبه نكدي طال صبغ نجانال تعالي يا
اسماء. السلام ورحمة الله وبركاته.
والتصلف في المواقف والتحالفات، بل ويقترب من حرب دائمة.
ناحية وبالتقطن والاستقطاب من ناحية أخرى. ثالثاً، ما زالت الأزمات العربية في عدد من دولنا تمثل جراحاً نازفة مثلما تحدثتم، تستهلك الموارد والإمكانيات وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتضف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة. وأقول بصراحة أن انخراط المنظومة العربية في معالجة الأزمات على نحو جماعي وفي إطار الجماعة العربية لا زال أقل من المأمول والمطلوب، وأن العالم في خضم انشغاله بالأزمات الضارقة قد ينسى أزماتنا أو يتناساها مثلما يحدث حاليا مع القضية الفلسطينية، وهو ما يفرض علينا جميعا يجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سوريا واليمن وليبيا. هذه الأزمات لم تفق الكاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغرات نفست منها قوى إقليمية غير عربية لتمارس أدوارا تفريدية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها. وأود التأكيد هنا على أن معالجة هذه الأزمات والتوصل إلى تفريدية سياسية في الدول التي تعاني منها يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمزعزعة للاستقرار. شيء كبير عقبناها. في الشؤون الداخلية للدول العربية. رابعاً، ربي يعيشك. القضية الفلسطينية مثلنا بمرحلة صعبة. تنظر بما هو أسوأ أشد خطر. والاحتلال الإسرائيلي يمارس هوايته الأساس الذي ممكن أن ينعط عليه حل الدولتين في المستقبل. وفي المقابل نرى أطرافا دولية لا تدافع عن هذا الحل سوى بالكلام المشاري والخطب الرهان بدون أي خطة عملية لإطلاق عملية سلمية جادة أو أي عمل فعلي لصيانة حل الدولتين أو منح الفلسطينيين ضوءا في آخر نفق الاحتلال. وأقول من دون مبالغة تورطت في شحن الأجواء أن الأوضاع في الأراضي المحتلة كما نتابعها يوميا على شفا الانفجار، وأن الرهان على استمرار الوضع القائم إلى ما لا نهاية مثلما تتصور إسرائيل رهان خاطئ ومضر. أن المرحلة الحالية تقتضي منا عملا جادا عزيز الصمود الفلسطيني على كافة الأفراد السياسية والاقتصادية. ولا شك أن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخرا يمثل خطوة على الطريق الصحيح، ونتطلع جميعا إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق والتزاما من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنودة. ولقد شاهدت على مدى عقد كان كثير من الاتفاقات توقع فتنسى. آمل أن هذا الاتفاق يتم تنفيذه. خامسا وأخيرا، تظل الجامعة العربية ولكي تستمر في أداء رسالتها في حاجة إلى دعمكم جميعا، سواء بالإفاء بالمساهمات بحسب الحصص المقررة للدول أو بالانخراط النشط في أعمالها في كافة المجالات وأوجه النشاط التي تنتظم تحت مظلتها. وأقول بكل إخلاص أن هذه المنظمة الإقليمية لديها من الإمكانيات والقدرات والخبرات البشرية ما يمكنها من القيام بأدوار أوسع وأكثر تأثيرا في إطار العمل العربي المشترك
ومجالاته المختلفة. وفي المحصلة تبقى الجامعة معبرة عن مجموع إرادات الدول العربية أعضائها، وقوتها وفعاليتها مستمدة من هذه الإرادة الجماعية وحدها. ونتطلع جميعا إلى أن تكون هذه القمة علامة فارقة على تنشيط العمل العربي المشترك وتجديد دماغه وتعزيز فعاليته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الدول العربية على كلمته المهمة، وأعلن هنا بانتهاء الجلسة الافتتاحية. أود أن أشكر جميع أفراد أسرة الإعلام أصدقائنا، وأدعوهم للتفضل بمغادرة القاعة لنتمكن من مواصلة أشغالنا في جلسة مغلقة. شكرا، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله لتطلعوا على عملنا ونتائج أعمالنا بكل شفافية. شكرا لكم. اجتماع الوزرائي الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. إذن كما تابعتم كان في بداية كلمة لرئيس الاجتماع التحضيري السابق وزير الخارجية التونسي عثمان الجندي الذي بدأها بكلمة، ثم بعدها مباشرة تم تسليم رئاسة مجلس اجتماع وزراء الخارجية العرب للجزائر ليليها مباشرة كلمة وزير الشؤون الخارجية وجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة. تطرق في كلمته للعديد من النقاط المتعلقة بالشأن العربي والعالمي وما يعيشه العالم من مستجدات وأزمات، لتليها مباشرة كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الجودة. لمناقشة هذه الكلمات وأشغال افتتاح الاجتماع التحضيري للوزراء الخارجية العرب تلتحق معنا زميلتي على المباشر ياسمين بن حمادي المتواجدة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. مساء الخير ياسمين. مساء الخير سعيد زميلتي رحمة، أهلا بك وبضيوفك الكرام. إذا كما ذكرت الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب للقمة العربية في دورتها 21 فيها تسليم جلسة القمة العربية من دولة تونس إلى الجزائر تسلمها وزير الخارجية والجزائر. هنا إذاعة الجزائر من عمان. ما بيا غير خايل ما بيا غير خايل مشتاق خيالو
حداد ما برالي ما برالي بعد ما رويت وبريت جراحي طالو يا يو حتى يهولوني نعود مصاهر الليالي الليالي جراح الحب والغرام والغيوان شاطنات بالي شاطنات بالي هذا غير شب زادوا للقلب هوان يوم شتون كيف رادوا قدر نعمل غني العالي غني العالي سبقي وحدي نصرفوني وفامي جال اهروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالي اهروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سير خلي وكل حالي سير على لازم الصبر صبري صبر العيس في الليالي في الليالي يتغرع ساكني وينتق من غير حوالو لاش تلوموني هكذا في حالي وانا بقى رايحين لالي رايحين لالي شاكي باكي من هموم قليبي وهواني طرمو للغرام متايه طرع عقلو يعود سالي يعود سالي ترى يبقى هميم هايم لا ما يزال غرام مصيبته مصيبة مصغى يا ليمي قوالي يا ليمي قوالي غرام صعيب سوء لما ليه اللي جالو غرام طوع الصلاة الناس يا ما اللي بحالي اللي بحالي ديما غيدا على الحبيب لا بيرتالو اهدروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سير خلي وكل حالي سير على حالي اهدروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سير خلي وكل حالي سير على حالي كسرى على نصال وما قسى عني الهلالي عني الهلالي نطوع سيف الغلام والعبسي والمتالي بعض من الناس كايلومو ويزيدوا في ملام حالي في ملام حالي بعض من الناس كايقولوا هذا عن ذالو إذا نجبر أهل الفن بحالي يستحسنوا قوالي يستحسنوا قوالي يبكيوا على بكاي ناس الغيوان يسالوا وإذا نجبر أهل اللوم يلوموا يبطلوا شغالي يبطلوا شغالي
ويقولوا يا لطيف راك طوت علانو كمن واحد لامني ويكتر عجبي مع سوالي مع سوالي دوي فيا وكا يخفف دمبي بطوالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي يسير على حالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي يسير على حالو سيرتي ما نبغض انسان ما نبالي ما نبالي ما نشتم حد واللي يغتب ما نسغالو قابض حدي وكان ساعف غرام اللي في دخالي اللي في دخالي نخمم في حكايته اش يكون فصالو لولا الغرام ما نخمم ولا نسها على شغالي على شغالي يبلي من لامني ويجرب ما يجران يدوب الحب غير مرة ولا يجبر ليه والي ليه والي يدوب صايثو سمو جرح مصالو ما يعدر غير من تكوى ويجرح كيفي من العوالي من العوالي واهل اللي يحبهم كوية عمدان وعذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي ولا حولي جسمي على المالي على المالي ملكوني يا اهلي بحسن خدم عخان هما هما اللي سباب هوايا هما دوا علالي هما هما زهو العاشق عليه سالو هما هما راحتي في الدنيا هما راس مالي وانا بعد خدم ليهم فاشن
لكم يا خويا. السلام عليكم. سلام. إذا فصلنا عشورة دابا. سيدي عشورة 25000.